من أيام بسيطة سألنا قلنا حنطور مين الموجود قدامنا؟ هو حنطور فرياندو دي ليسابس، المهندس الفرنسي صاحب امتياز حفر قناة السويس. كان بيتنقل بالحنطور من استراحته في تقاطع شارع محمد علي الشهير بشارع عرابي، وهو ينتهي من بداية محمد علي إلى نهاية محطة القطار في ميدان عرابي حاليا، وكان اسمه سابقا ميدان الملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول. وعندما نصل إلى محطة القطار نصطحب معا لنرى ونشاهد التاريخ وعربة الخديوي وإسماعيل الذي قام بدعوة الملوك والأمراء في الحفل الأسطوري لافتتاح قناة السويس.